سياج.FM. 32 دقيقة بعد 8 ما زلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام ونمشي مباشرة إلى فقرتنا الجديدة اللي هي فقرة نوافذ الفنون وفناتر دار. واليوم اللي باش يقدمها الفقرة ولا باش يحاور فيها ضيفنا اللي باش ناخذوه الفنان سفيان سفتة الفنان المتألق باش يكون معنا عبر الهاتف نحكيه معاه على دور الفن ودور الفنان في التصدي لفيروس كورونا من خلال تغيير نفسية المواطن الممتثل للحجر الصحي في وضعية استثنائية غريبة عليه إلى آخره. مرحبا بك سي سفيان. الو الو قد الكاليتي نتاع الصوم مش قاعده تمشي وتوش قاعده اسمع تو تسمع فينا تو تسمع فينا واضح ولا هكا تسمعوا فيا نسمعوا فيك واضح برفي مرحبا بك انا نسمع فيكم تو مرحبا بك سي سفيان على امواج تاعتي بتفهم مرحبا بك في برنامجنا ريكاب كورونا تفضلكم وكل تحياتي الأهالينا في الساحل الكل وخاصة في مدينة المنستير كل أصدقائي قلكم راني توحشتكم برشا كل العاملين في القطاع الثقافي والقطاع الموسيقي والقطاع الإعلام إن شاء الله أزمة وتعدي وإن شاء الله نرجع ونفرح ونغني ونشتحوا ونعملوا مسرح ونعملوا برشا فن ان شاء الله. ان شاء الله هو يحاورك صديقنا مهدي معطله سيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه بالمنستير. عندك الميكرو مهدي. مرحبا بك سفيان على موج رباط فام. الو الو مرحبا بك سفيان. مرحبا بك سي مهدي وليك وحشه صديقي وكما نقولوا لو دينامو دو لا كولتور في مستير وvraiment عندنا بوكو دو سوفينير وان شاء الله باش يكون عندنا ماضي وحاضر مع بعضنا كان عطتنا القوه وكان عطتنا الصحه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربي قدر خير على تونس. سفيان اليوم احنا في نوافذ الفنون بالمنستير الفقره لا كاليتي صون تمشي وتجي ساعات فما مشكله في الصوت. يمكنش الريزو عندك سفيان يمكن انا لا ريزو. شوف سفيان لا ريزو معناتها هكا تسمع فيك تسمع فيا انا نسمع فيك 10 على 10 داكور. دونك نوافذ الفنون بالمنستير هي فقرة قارة في البرنامج هذايا باش تكون متواجدة ديما وهي في شراكة مع إذاعة رباط فام ومندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير. تعرف الجروب وانت ديجا مساهم معنا في الجروب أو الفضاء الافتراضي على شبكات التواصل الاجتماعي. اليوم حبيناك تكون ضيف معنا في المباشر نسألوك دابور على دور الفنان اليوم في الظرف الصعيب اللي قاعدة تمر به العائلات التونسية الكل وفي الحجر الصحي العام وحبيت نسألك على حاجة أخرى القلق يعمل الفن شنو رأيك؟ السؤال الأول سمعته السؤال الثاني ما سمعتوش سيما القلق يعمل الفن سفيان شنو رأيك؟ أي بيه نجاوب معناتها على السؤال الاولاني بحكم الوضع معناتها معناتها والقانون فرض علينا هذا وضع كامل معناتها فرضته علينا الانسانيه اليوم معناتها الفنان يلزم يكون مثال معناتها يلزم يعطي ليكزامبل للناس. انا من الناس اللي معناتها طبقت بحذافيري مساله الحجر الصحي نخرج كان بالضروره القصوى والأهم من هذاك هي فترة معناتها صعيبة شوية على التوانسة الكل سورتو معناتها الموسيقيين اللي هما زملائي واللي هما متضررين معناتها بالأزمة هذه معناتها القطاعات الكل متضررة لكن كل حد معناتها يغزر معناتها معناتها يتأثر بلوز أو موان بالوضعية نتاع زملائه. دونك بحكم بتيتر اللي برشا ما يعرفوش المعلومة هذه أنا ننتمي اليوم منذ شهرين معناتها إلى المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للقطاع الموسيقى والمهن المجاورة ومهمتي كانت مهمة باهية بحكم علاقاتي مع رجال الأعمال وبحكم معناتها الواحد معناتها السمعة الممتازة والثقة اللي معناتها اللي عندهم فيا تمكنا من باش نلموا انفو معناتها مبلغ مهم
حاولنا نعاونوا به الموسيقيين اللي معناتها كما تقول انت متضررين بدرجه معناتها كما نقولوا احنا انا ايسي باش نقسموا الموسيقيين الى دي كاتيجوري معناتها ا ب ا ب سي دي هكاك معناتها حتى التدخل نتاعنا يكون سريع على خاطر الحمد لله اليوم وزاره الثقافه كانت معناتها سريعة معناتها في التعامل مع القضية هذه وحاولت تتعاون لكن كمان لا بروسيدور باش تطول شوية دونك لقينا نحن ان فون ونشكروا به وقتها معناتها كما تقول ما غير ما نشكر الأسماء لكن فما الحمد لله اليوم لي بوتيك دانسترومون دو ميوزيك كما كنا نحن معناتها سبب انه معناتها ناخذوا من عندهم ونتبارك الله عملوا فلوس من 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 من, من الموسيقيين الحمد لله نهار اللي استحقيناهم وهزيت تليفون وكلمت ثلاثه انا كانوا لباوا نداء الواجب وتمتعنا معناتها منحه ولا نقول انت اعانه مكنتنا انه نعاونوا اليوم 300 عائله بمنح معناتها نقديه معناتها مشات لهم وبقدره ربي قاعدين نخموا تو في المكتب التنفيذي اللي فيه الفنان انيس خماسي الفنانه شهرزاد هلال الموسيقي وليد السوسي الموزع نادر الشريف ماهر هناني الموسيقي والمغني المالوف دونك هذه معناتها كما تقول مجموعه من الفنانين اللي معناتها الوضعية تنجم تقول المادية لاباس معناتها اون بو سو بيرميتر باش نجمو نعاونو صحابنا اللي يمروا بأزمة مالية كبيرة واللي متأكد اللي حتى في مدينة المنستير معناتها راهو الموسيقي راهو ماهو شكل مشهور بركة ولا تراهو في التلفزة راهو الموسيقي معناتها سي لي تكنيسيان سي لي تكنيسيان دو سون راهو الناس كل متضرة اللي يعزف بندير في السلامية اللي يعزف دربوكة في المزود اللي يعزف لورد ثم ناس مهنتهم اليوم مع تضروا في خبزتهم ومعناتها ما كانوش يتصوروا اللي بشي نهار احنا حتى في الثورة ما عندناش الأزمة هذه دونك سي لوكازيون او جامي باش نعاونوا بعضنا دونك هذا في الجانب الإنساني بالنسبة للجانب الحياة اليومية معناتها الخبز اليومي الارتيست الله غالب معناتها اللي مغدو دو ميوزيك معناتها هذاك هو سون بليزير هذاك هي حياته دونك مع الأزمة هذه ونا تخوفي دوتخ سوليسيون والقلق صنعنا منه فن وهذا هو معناتها يعني رسالة هذه رسالة نبيلة متاع الفن نورمال ما هاو مهدي يحب يتفاعل معك سفيان نحب نتفاعل معك دابور نحب نهنيك بانضمامك للهيكل النقابي وتعرف كون هذا تكليف ما واش تشريف ونحن نعرفوك مليح وعنا ثقة كاملة فيك وانت قدها وقدود ان شاء الله ولا بروف هيك بدايه الاعمال والنتائج نتاع العمل نتاعكم حبيت نقول لك زاد كون وزاره الثقافه تقريبا هي الوزاره الوحيده في العالم العربي وفي العالم اللي خذت اجراءات خاصه بالمنتسبين لها دونك ما نجمو كان نشكروها اليوم على الشيء اللي قامت به دونك حبيت سورتو نحكي معاك في شوف يا سي مهدي انا سي فري قاعد نسترق في الكلام مانيش قاعد وما نحاول معناتها بشويه ذكي معناتها نفهم شنو اللي قاعد ماهوش وصل لي جمله صوت لكن ساعات نسمع كلام شوف سيدي راهو معناتها احببنا او كرهنا اوني لو فروي بورغيبيزم بورقيبة الله يرحمه أنا نحب نستغل هالمنبر هذايا باش نترحم على الزعيم مانيش بندخل في طرهات معناتها مع ناس مش فاهمة اش معناتها البورقيبية لكن إلي طون باش كل شيء يفهم معناتها بورقيبة راهو معناتها هو بين الدولة هذية وأول حاجة ركز عليها هي تعليم صحة ثقافة والثقافة اليوم اللي معناتها اللي دعمتها الدولة البورقيبية هو اليوم قاعدين نلقاو الفروين نتاعها لازم يفهموا الناس اللي بورقيبة قبل معناتها كان يبعث معناتها في مسرحيين امثال الجعايبي امثال فرحات امثال الفضل امثال اسمه الناس معناتها اللي بنات المسرح التونسي اللي بنات اللي بنات سكونابيل الدولة التونسية الحديثة كيما القرشي هذو كل قراو معناتها دي بورس
بورقيبة كان سبب انه اعطاهم لا بوسيبيليتي باش يكملوا ويواصلوا لبرا، وهما اللي عملوا الحركة الثقافية معناتها بديت من بورقيبة ولليوم. معناتها هنا انا واحد من الناس قريت عند مثلا محمد زي العابدين اللي هو يعتبر ولد المدرسة البورقيبية، هو اللي خذ البورس ومعناتها ما مش بوه اللي بعثه باش يقرا في فرنسا وباش يكمل دكتوراه، الدولة التونسية هي اللي عطاته معناتها باش مشاي ويقرا. دونك اوني توس لو فروي دو بورقيبيزم، معناتها توا زيد معناتها يلزمنا نفهموا اللي معناتها ماهوش غريب انه الدولة التونسية وزارة الثقافة التونسية تكون سباقة وتصنع بديل ثقافي جديد هو البديل الرقمي. هي الدولة ما سلمش في ولادها وهي معترفة بولادها، في فري ما عندناش برشا فلوس ما عندناش برشا إمكانيات، لكن عندنا ناس بلوز او موا عندنا سكون ابيل بوركيبا يقول المادة الشخمة، عندنا الفكر عندنا المخاخ. بوركيبا عمل على المخ التونسي سفين. وحتى اليوم كان ماناش ولاد بوركيبا، نحن احفاد بوركيبا. معناتها راهو الدم هذاك راهو جاي من الفكر، وبوركيبا ماهوش شخص معناتها سفيان خليني نتفاعل. سفيان سي توت اون كولتور معناتها سفيان وسيد معناتها باش نزيدوا نخوضوا في الموضوع هذايا. سفيان خليني نتفاعل معاك في النقطة هذه بالتحديد ونثمن الكلام اللي قلته، لأنه جاي في وقته معناها في أوانه بالضبط، وهذه رسالة من أهل الفن وأهل الثقافة للتوانسة الكل، لعل فما بعض المخاخ معناها يمكن تستنير شوية بالكلام اللي قاعد تقول فيه أنت، ويعرفوا معناها فضل زعماء الحركة الوطنية وبناء دولة الاستقلال، لأنه فما برشا ناس للأمانة جاحدين، ناس معناتها عندها نفوس، بعض النفوس المريضة اللي قاعدة تشوشر على الإنجازات هذه وتشكك في استقلال البلاد وتشكك في استقلال تونس. هذه رسالة من أهل الثقافة والفن. خلي لك الكلمة سي مهدي. اي هي معناتها هاني قلت لك راه هو فما سكون ابيل فما دي جون اللي يلقى البورتفوليو نتاعو يعملوا انه يجي كونتر الكورون، معناتها فما حاجات معناتها ما ينجمش واحد يجي اليوم مثلا تلقى بوه معناتها يشحد معناتها بوه ولا عزيز وش عطاه، يقول لك بينكر في كان ولد حرام اللطف معناتها. معناتها فما ناس الله غالب الفوسفير معناتها تحب تعمل اسماء، تحب تبني معناتها اون كارير على على مع على سبان الزعماء. بوركيبا معنيش انا معناتها باش نجي نحكي شنيا معناتها اللي عمل الناس تعرف وكهو، وما يلزمش زاد بصراحه نعطيوهم هالاشباه السياسيين نعطيوهم اكثر من قدرهم معناتها على خاطر ربي يهدي معناتها المنابر الاعلاميه. اليوم ما اون بلو بوزوان معناتها باش نسمعوا هالتساب هذايا، ربي يهدي يلزم فريمون احنا موجودين في ثوره كبيره في البلاتو الاعلاميه، اون بوزوان باش نشوفوا معناتها دي فري زارتيست، اون بوزوان باش نشوفوا دي فري سافون، اون بوزوان دي فري سفيان. احنا موجودين للوبجيكتيف هذا بوليتيسيان معناتها يونا مار اللي عطاونا حتى في التحقيق على الثقافي، سود وجهك ولا فنان، سود وجهك ولا مسرحي معناتها تولي معروف ومالوزون هذاك هو اللي صاير معناتها اليوم في المنابر الاعلاميه. ان شاء الله يا ربي تقف على 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 هل الموضوع ان شاء الله احنا موجودين للهدف هذا، خاطر ولادنا يلزم نعطيوهم حاجه اللي هي تصلح وراه اللي فات انك تتعدى وتاخذ درج ولا درجين في اللونتين في التلفزه راهي مسؤوليه كبرى، وراهو الدور الاعلام اليوم هو يلعب دور اكثر من المدرسه واكثر من الكليه. سفيان احنا موجودين لهذا. خلينا نختموا معاك هاو سي مهدي معاك. سفيان نحن خلينا نحكيو على الدوله، احنا تعرف مفهوم الدوله متطور جدا في اذهاننا، دونك حبينا نتجاوز المواضيع هذه كل وندخل معاك في الصحيح. المستمعين الكل قاعدين يستناو في سفيان صفتة في الصوت معنا، هو اللي مش مسموع صوت الانيماتور مسموع اكثر ما نعرفش علاش. هاو نعطيك الميكرو تاع الانيماتور تفضل سفيان. يلا سفيان، المستمعين الكل قاعدين يستناو اليوم في سفيان صفتة، بويسك احنا اعلنا على وجودك باش تكون معنا اليوم، نستناو منك مقطوعة انا والله موسيقية. شوف ماذا بيا كان نسمعوا توا اون اكوستيك معناتها الاغنيه الجديده لي بلوز بلانش، وماذا بيا معناتها بعد ما نغنيها اون اكوستيك
نسمعوها اون لايف مع 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 الفنانين اللي قدم لهم تحيه، اللي كلنا مع بعضنا مجموعه من الفنانين، الفنان فرحات جويني، الفنانه سمية الحضروبي، والفنان والفنانه ناجحه جمال. هو عمل معك مشترك الحمد لله، اليوم العمل هذا نال نجاح تونسي تونسي ثم فات الحدود، معناتها يتعدى في كل الاذاعات المغربيه، الاذاعات المصريه، الاذاعات اللبنانيه، وحتى اليوم معناتها وصلتني اصداء تو نهبط لي فيديو اليوم العمل يتعدى في قناه امريكيه بالنطق باللغه العربيه اسمها سي جي تي، معناتها وهذا فريمون نعتبره انا نجاح معناتها لتونس الكل، ان كلنا سباقين وقدمنا عمل تكريم للي بروس بلانش. دونك باش نسمعوا شويه عليك سفيان من العمل هذا، وان شاء الله كل التوفيق، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. فوالا يلا افيك تو لو بليزير. تكنيكمون انا قاعدين تسمعوا معك نسمعوا فيك نسمعوا فيك واضح سفيان. الو نسمعوا فيك معك سفيان. سي بون البيت هكا صون. سي بون واضح واضح. ليلي بلان شحال الطبيعية البيضة، شكل لي جان يطبي بيا من الريضة. ليلي بلان شحال الطبيعية البيضة، شكل لي جان يطبي بيا من الريضة. الشعب معاك يا البيضة المهزة، مالينا سواك يا البيضة يديش فلح. الشعب معاك يا طبيبة وما ينسى جنودنا، تحية لجنود الميداعات البيضاء، تحية كبيرة لكل يعطيك الصحة سفيان. نحب نثمن المجهود نتاع المندوبية الثقافة لمدينة المنستير، اللي معناتها فريمون المجهود هذايا راهو يبدا من العامل البسيط للإداريين الكل اللي يخدموا في وقت الأمور العادية، واليوم ما سلموش معناتها وقاعدين يوصلوا في بصيص من الناس. سفيان خلي الشكر من بعد ما تعدى الكورونا ما يسالش، خندبر شويه مهرجانات من بعد. يلا انا اسمع احنا نخدموا من مود كونفينمون. مود كونفينمون اسمع اتصلوا بيا العديد من الزملاء الفنانين بعد ما خرجت الاغنيه، حاجه بركة قالوا هذي، قالوا لي سفيان متغشين عليك. علاش علاش كان هذوكم؟ معناتها المشكله اللي معناتها شكون باش تقول، معناتها الناس الكل رات في رواحه في الاغنيه هذيك، اعلاميين شبيك عيطت للاعلامي هذاك، حبيت نوصل لهم وقت اللي واحد يهز تليفون ويكلمك معناتها فريمون هو حبك وحب يكون معاك، معناتها فريمون ميرسي عليهم الناس الكل، وشكرا شكرا للاعلاميه عواطف بن حميده اللي على الوطنيه الاولى اللي اعطتنا معناتها فريمون ليماج هذيك، وكانت فريمون سفيان. سفيان اسمع، سفيان اسمع معنا الاغنيه هذه تعني لك شي حاجه. اوكي الله يعطيك صحة. شكرا لك سفيان، مازال متواصلين معنا غم تاعك. نلتقي بعد الكورونا ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك، يعيشك. الى اللقاء.